السلام عليكم، رجعنا تاني لحصة الأرض، حصة الرسم. في حد بيسأل دي حصة الماس؟ لا، دي حصة الرسم، حصة الأرض. اوكي، ثواني بس زملاتنا يدخلوا، دقيقتين بس وهنكمل على طول. يلا بينا. مستعدين؟ هل أنتم مستعدون يا رفاق؟ يلا بينا. أمان، معلش يا أمان، أنا بقرأها آمن، بس اسمك بسم الله ما شاء الله مختلف وجميل، عسول، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عسول. أنا دخلت، هو الحصص بينزل لك بيها الجدول، هتتصلي مع الإدارة، هتلاقي مع في جدول كده بينزل فيه الحصص يومي. ما فيش مشكلة، عامة في جروب تليجرام برضو تواصل مع الإدارة هتوصلك بيه، بينزل فيه الحصص مسجلة. تمام، في حد عنده أي استفسار تاني حبايبي؟ هو تقريبا الغالبية العظمى دخلت اهيت. يلا نعود لشرحنا. يلا بينا يا حبايبي، بصوا لي بقى، شايفين الخط المموج ده؟ مين شايف الخط المموج بتاع البحر؟ احنا هنحتاجه هنا في الشجرة، بس عايزة قبل ما اعمله بقى اوضح نقطة. الشجرة بتحب تكون عوتها فرنساوي وجميل. كاميرا مالها؟ تمام كده، اشتغلت اهي. الشجرة بتعوز عودها فرنساوي، يعني عودها رفيع، والراس بتاعتها اللي هو الورق بتاعها كبير، لكن الناس اللي بتبدأ الشجرة من هنا كده وبتعملها صغننة مش بيبقى شكلها لطيف، هم الشطار اللي رسموها، بس احنا عايزين الأفضل دايما. طيب من تحت السبعة من هنا وببدأ أعمل الخط المموج، مش شرط تجيبيها على شكل دايرة ومش شرط تجيبيها شكل منتظم، ماشي؟ أهو نبدأ نعملها كده أيا كان الشكل، بس أهم حاجة الراس بتاعتها تكون كبيرة، الجسم بتاعها يكون رفيع. ماشي يا أبطال؟ فين الصوت؟ في الصوت ازاي؟ لين، انت الصوت مش سامعاني؟ ليان؟ لو سامعاني اعملي لايك، تقريبا انت مش سامعاني، مش بتبصي حتى. جميلة، حلوة قوي يا سيلين، برافو. بس يا سلام لو نرفع الجذع شوية كمان، يعني ايه، نخليه رفنوع شوية، اهو خليه رفيع شوية، كل ما كان رفيع كل ما كان شكله اجمل. انت سامعاني؟ طب انا كده اتاكدت ان سيلين سامعاني، يبقى المشكله عندك انت يا ليان، يبقى المشكله عندك انت يا حبيبتي. جميله يا حلا، حنين، هنا قصدي. بس ابعدي الكاميرا شويه، ابعدي الاسكتش شويه عشان اشوفها. جميله، برافو برافو عليكي، شطوره، احسنتي، برافو برافو. جوري العسوله مش باين قوي، جوري. جميله، بس عايزين ايه بقى، ينفع كده؟ طب دلوقتي العصافير يا جورا هتقعد هي في الشجرة، ولا هنلاقي التفاح في الشجرة فين لو هي حجمها صغنون قوي كده؟ احنا بنقوله ليه الراس تبقى كبيرة، عشان نعمل مثلا 20 العصافير هنا، نعمل تفاحية مثلا هنا، صح؟ لكن كده الجزء الشجرة فنوعة خالص من فوق صغننة، مش هنلاقي ولا تفاح ناكله ولا عصافير تتيجي وتقعد فيه، صح؟ يبقى نكبرها شوية. حبايب الأبطال، ها مين تاني حبيب يوريني؟ جميلة يا مريم، بس برضه قلنا إيه، عودها فرنساوي، ها
رفنوع وشعرها كبير، شعرها كبير. انتوا عارفين فيلم اللي هي البنوتة اللي شعرها أحمر وإخواتها تحولوا لدببة، هما ومامتها شفتوا شعرها كان كبير قد إيه؟ ما عايزين نخلي الشجرة شعرها كبير زيها. اللي عارف الفيلم يكبر بقى الشعر خالص. بنبدأها منين تاني يا مريم؟ بصي ليه كده، هنعمل شجرية تانية هي، تركزوا معايا، صغننة أختي دي بس صغنون. بعمل أدي رقم 11، أختها الصغننة أهي دي لسه مولودة دي. الله جميلة حالة، برافو عليكي، حلوة قوي، شطورة، أحسنتي. هيا أبطال، جميلة، برافو 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 يا مريم، شطورة. بصوا بقى بحط هنا 7 تحت السبعة دي. بصوا بصي، ببدأ من هنا من تحت السبعة اهو، من تحت مين؟ السبعة. ممكن تعملوها دائرة أو ممكن تعملوها كده أقواس اهي. ابدأوا من الجناب زي ما أنا بعمل كده، وابدأوا ارفعوا لفوق اهي، وايا كان الشكل اللي هيطلع بقى، شكل دائري، شكل غير منتظم، براحتك انت وحريتك. قربي شوية كده يا خديجة، ديجا قربي الاسكتش شوية كمان. جميلة، برافو عليك، بس مش عايزاكي توصلي دي بدي، فهماني كده كده الفرع مكسور، يرضيكي فرع الشجرة بتاعتنا يبقى مكسور. جميلة جدا يا حالة، برافو برافو، فنانة، جميلة جدا يا روفان، شطورة. مكة حلوة قوي، بس حاولي تكبري الراس دي شوية، ماشي، حاولي تكبريها بس شوية. جميلة قوي يا سيلين، شطورة، برافو عليك يا ايه اسم، استنى، امان، الله والله اسمك حلو. حسولي امان، جميل، اسماء حلوه يا سمسمه، جميله يا سمسم، بس عايزين الجذع يبقى رفيع والشجره من فوق تبقى كبيره، يبقى ورق الشجر كتير، قلنا علشان ايه؟ نلاقي مكان العصافير تنام فيه، ونلاقي مكان ناخد منه تفاح. وريني كده يا مرام، قربي شويه مرام، رام رام سمعاني يا ميرام، حول يا ميرام. بصي انا بوريكي كده، انا بوريكي كده، ينفع كده، انا بوريكي كده، جميلة حلوة، شفتها اخيرا، شفتها، شكرا، برافو. جميلة يا ميرام، عسولة، الله، جميلة يا مكة، برافو، جميلة غيداء، برافو، شطورة، حلا برضو شطورة. في هنا رشا بقت مين؟ ايفون رشا، والايفون وكريم وكارما زعلانة منكم، ويوسف و ليلى ومريم ومعاذ وعمر وعلي واحمد ورحمة. انا زعلانه منكم كلكم، عارفين ليه؟ اللي انا ناديتهم دول عشان هم قافلين الكاميرا ومش عايزين نشوف، ينفع كده؟ هتصالحوني ولا لا؟ جميله جدا يا رشا، اول واحده صالحتني رشا، شطوره، برافو عليكي. كارما الكاميرا عندك ملغوشه شويه، مش شايفه قوي، خدي هنا يا رشا، يعني انا بقول شطوره، تقفلي الكاميرا، ينفع كده؟ ها مين شطور تاني يوريني؟ مين تاني شطور حبيبي وريني؟ الناس اللي قافله الكاميرا او اللي فاتحه الكاميرا. جميله يا رشا، برافو. طيب مين عارف الوان الشجره؟ ها يلا، عشان لو لحقنا نلونها ممكن ناخد كمان السجاد. حضرتك افتح الكاميرا، ماشي ماشي يا ليلى، ماشي يا ليلى، عسوله يا ليلى،
أخضر وبني، مش شطورة. يبقى أنا هحتاج درجة الأخضر والبني. أي درجة أخضر متوفرة معانا نستخدمها، أي درجة بني برضو متوفرة معانا نستخدمها. أنا عندي درجة الأخضر الوسط، هاخدها. درجة البني الوسط، يعني أنا معايا أكتر من درجة بني وأكتر من درجة إيه أخضر. دي مش الوسط، دي درجة تانية وسط. أه دي الدرجة الوسط، بني محمر. أنا معايا دي درجة بني، ودي في كمان درجة أهي، دي بني محروق. دي الدرجة الوسط اللي ما بينهم أهي، شايفين أنا اخترتها إزاي؟ جبت الدرجة الوسط اللي ما بينهم. عندي برضو الأخضر الفاتح، لو أنت بقت أنتوا على حسب الألوان الموجودة عندكم، ودرجة الأخضر الغامق أنا خدت الدرجة الوسط ما بينهم. جميلة. بس أنا عايزة نتعلم إزاي نلون بشكل صحيح، وإزاي نلون في نفس الاتجاه علشان نتعلم التلوين كويس. مش شوف اليان، وريني يا ليلي. أنا شفتك على فكرة برضو مريم، بس أنا عايزاك تلوني بشكل جميل، يعني في نفس الاتجاه. مين؟ ثواني كده. ليان عسولة، شطورة، أحسنتي، برافو برافو عليكي، شطورة. ثواني أبر القلم. بصوا لي بعد كده، هبدأ إن أنا ألون باللون البني. بلون إزاي؟ ببقى ماسكة القلم كده ومنيمة. أول حاجة بحدد الرسمة من بره. ليه بحددها يا أبطال يا حلوين؟ علشان عيني الجميلة دي ما تخرجش بره الخط. أول ما تشوفني محددة كده هتخاف تطلع بره الخط إلا نزعل. بعدين بنايم القلم وابدا الون في نفس الاتجاه. مش عارفه نايم القلم، مفيش مشكله، بس نلون في نفس الاتجاه اهو. انا ما نبري هو كمان الون في نفس الاتجاه. ماشي يا ابطال يا حلوين. كده تمام. احنا ما انتوش حاسين ان احنا نسينا خط فيهم او خطين كمان؟ احنا دلوقتي خدنا الخط المستقيم والخط المموج، صح؟ قبل ما اجي اعمل الون هنا، المفروض ان انا هاخد الخط المنكسر وهعمله هنا حشائش. تمام يا أبطال. وآخد الخط الحلزوني ده وهعمله زينة، هزين بيه الشجرة. مين عيد ميلاده قرب تعمل شجرة كده وعليها زينة؟ نكتب له هنا عيد ميلاد سعيد. الله على العسولة. يا سنة طيبة يا قمر. أنا يا مس كل سنة طيبين. جروب التليجرام هتتواصلي مع الإدارة من خلال اللينك اللي انت وصلت ليه، هتقدري تتواصلي مع الإدارة وهم يبعتوا لك لينك التليجرام. تمام يا دودو. بصولي كده حلوين. خلاص يبقى انا استخدمت الخط المستقيم في ايه؟ مالك رشا، حد يزعل في حصتي يا رشا؟ ينفع كده؟ سهيلة العسولة، جميلة يا حلا، لوني في نفس الاتجاه، شطورة. لون في نفس الاتجاه يا خديجة، شطورة. لين العسولة لونت في نفس الاتجاه، شاطرة، برافو. سنتي، ها مين تاني؟ الناس اللي هي بتوريني يا بتلون، انا شفتكم يعني. خديجة شاطرة يا ديجة، برافو. بصولي بقى، بجيب الخط ده، بجيب القلم ده، ممكن مثلا تخلوا الحشائش اللي تحت دي بالاخضر الغامق او باي درجة اخضر، ملونة باللون الأخضر أهو في نفس الاتجاه برضو أهو. ده يا حلوين،
بعد ما اخلص تلوين احاول احدده باللون اللي انا عملته بيه برضه عشان تدي شكل حلو. ممكن تزودوا افكار من عندكم بقى، زملاتكم كانوا بيسلم بيجوا جايين عاملين من هنا كده زي حاجات كده صور، عايزاكم انتوا بقى تبدعوا لي بالافكار عشان هستنى منكم اشوفكم هتعملوا ايه بالخطوط دي. فاجب تطلعوا لي بيها رسمة زي الشجرة كده. طيب بلون الشجرة من هنا ايه؟ بلونها بشكل دائري، هو تقريبا اللون ده زعلان مننا ومش عايز يتلون معانا النهاردة. هنحاول معاه محاولة أخيرة، مش نفع هنشوف لون تاني. كويس كده، كويس. أبدأ ألون بشكل دائري، فاكرين الخط الحلزوني هعمله هنا اهو وألون بالشكل ده اهو. بس انتبه كويس جدا لان انا محتاجه الون الخط ده هلونه بالوان تانية، فاركز وانا بلون ما اجيش في ريحه يعني ما اجيش عليه. كده انا لونت الشجرة كلها. طب ليه يا مس انت ما خليتناش لوناها في نفس الاتجاه وتلوين ناعم زي الاول ليه؟ علشان نبين الورق اللي موجود هنا. طب بعد كده هتعمل ايه؟ هبدأ اجيب اللون الاسمر واحدد الرسمة بتاعتي كده عشان ابينها. من بره احطها على القلم الرصاص عشان ادير القلم الرصاص، وعلشان كمان الشجرة بتاعتي تبان ويبقى شكلها حلو. شايفين وضحت ازاي؟ التلوين محتاج بس يا سمسمة يبقى اهدى شوية ونلون في نفس الاتجاه، ما نلونش بسرعة بالشكل تاني. بس انا من سنة 6 وهبقى اعمل حديقة وابعت لحضرتك. ماشي ماشي يا عسولتي، هستناكي تبعتيها لي، وهستناكم يا أبطال تبعتوا لي الرسمة بتاعتنا دي. ماشي هعملها كده. اوكي وهبدأ برضه احدد دي كده لو انتوا حابين. طيب هبدأ الون الدوائر اللي انا عملتها دي، مرة احمر اصفر اخضر ازرق براحتي بقى. ماشي عشان اعمل ايه اضاءات كده حاجات ملونة كده. جيب مثلا اللون الاصفر او البرتقالي. نجيب مثلا لون بينك بنفسجي، نجيب اللبني مثلا، جبت اللبني براحتي بقى. ماشي شايفين شكلها بقى حلو ازاي؟ بصوا لي بقى، ودي انتوا هتعملوها انا هعملها لكم هنا. هي داخله اولى اعدادي بتاع السوله حبيبتي يا لي، هكون معاكي برضه هداري هنا وهكون معاكي برضه. حبيتي ترسمي اي حاجه بعتها لي.
بصولي بقى، هبدأ أرسم هنا شمس جميلة خالص اهيت. أعملها ازاي؟ دايرة، يلا عشان الشمس تغذي مين؟ الشجرة. أعمل دايرة، الله حلوة يا مكة، برافو. وأبدأ أعمل 8، 8 كبيرة، 8 صغننة، كبيرة، 8 صغننة. تيجي نحط لها عيون، خلاها بتضحك، نعمل لها قوس بس كده، قوس كمان. جميلة، شطورة شطورة يا حلا كده. يلا يا ملوكة يا مالك. وطلع من هنا الرموش، رمش كبير، خط مستقيم، بعد واحد صغنن واحد أصغر. الرموش بتبقى ناحية بره، خدوده حمر وخدوده حمر. هيبقى عليكم واجب تلوين ايه؟ الشمس. ماشي يا حلوين، تعسوا يا ايه. الله جميلة يا آمن، مين حابب يوريني؟ شطورة يا ديجة سولة، مين حابب يلا يرفع يوريني؟ ها جميلة يا مكة عسولة، بس نحاول نسيب مسافة ما بين العينين. ماشي، ها الرسم صعب ولا سهل؟ جميلة، زين شطور يا زين، برافو عليك، ملك العسولة. الصورة مش باينة عسولتي. هيا أبطال، احنا كده خلصنا النهاردة حبايبي. حبيبتي كده خلصنا النهاردة. جميلة أوي يا سيدين، كانت الحصة جميلة وجميلة جدا وممتعة معاكم. القلب ده مني ليكم، ودي كمان مني ليكم، عشان انتوا بسم الله ما شاء الله عسول عسولين خالص، وهتوحشوني كتير، واتمنى اخش معاكم كمان حصص جاية كمان كتير خالص. حبايبي هتوحشوني كتير 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 خالص. جميلة أوي يا عمر، برافو، التلوين حلو أوي، شطور. جميلة يا أسماء، يا سما، أسماء انا بقراها طول الحصه اسماء. جميله يا مرام، عسوله يا مرام، انت سكره سكره يا سيلين، انت حبيبتي. حبايب قلبي، حاله العسوله مريم، هتوحشوني كتير كتير كتير. باي، اشوفكم على خير الحصه الجايه، باي.